بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. مكعب المرآة 2 في 2 في 2 يجي منه اللون الفضي واللون الذهبي، نجي نخلطه، إذا حركناه يستوي بدال ما هو على شكل مكعب منتظم يستوي على شكل مجسم غير منتظم. نخلط الآخر. الآن نجي نبغى نحل هذا المجسم. إذا جينا نحل نمسك أي قطعة عشوائي، أي قطعة في البداية، ثم هذه أنا اخترتها، أبغى أجيب قطعة ثانية تكون هي المجاورة لها. هل معقول أن هذه القطعة الصغيرة هي مجاورة؟ لا، هنا فراغ، إذن هذه كبيرة، فغير معقول أبحث عن قطعة صغيرة، أكيد القطعة الكبيرة اللي هذه أو هذه تكون هي المجاورة لهذه القطعة. أجرب، هذه ما جات، صح؟ صح ما جات الآن، لكن أقدر أقلبها علشان أتأكد. طريقة القلب، ركز، أنزلها تحت ثم أجيبها هنا ثم أجيبها. يا سلام، هذه القطعة وهذه القطعة المجاورة لها. الآن أبحث عن قطعة هنا مجاورة لها أيضا، أشوف الكبيرة مثلا هذه، لأن غير معقول الصغيرة هي اللي بتصير مجاورة لهذه، أجيبها كذا. يا سلام، شوف جبت القطعة الثالثة، باقي اللي هنا، اللي هنا يعني بالنظر هذه لأنها أكبر شيء، الكبير يصف أمام الكبار بالنظر هذه، لكن هذه كيف أجيبها لفوق؟ أعكسها كذا، صارت ورا، ثم أفرها مرتين، واحدة ثنتين، ثم أرجع هذه. الآن أشوف الملمس، الملمس، هل هذا وهذا ملمس واحد؟ نعم، إذن هذه أباعدها هناك، أنزل هذه وأجيبها ثم أصعدها. يا سلام، فعلنا الطابق الأول. نجي نفس الحالة لكن نعيد علشان إذا في عالقة شيء ما فهمتها إن شاء الله تجي هنا وتفهمها. أمسك أكبر مكعب على سبيل المثال، أجيب واحد، شوف جاء هذا جنبه لكن مو عدل، إذن هذا يكون معكوس، هذا جاره لكن معكوس، كيف أعكسه؟ أجيبه تحت ثم هنا ثم بالشكل هذا، أيضا ما جاء، أجيبه من جديد، ما جاء، إذن هذه القطعة هنا، هذه القطعة هنا، لأني عكست كل الاتجاهات ما رضت تشبك معاه هنا، إذن القطعة هنا. الآن هذا الشكل لم تأتي، أعكسه، أجيبه تحت هذه القطعة ثم أرفعها، ما رضت تجي، أعكسه آخر مرة ثم أرفعها. يا سلام، توقعت أن هذه القطعة هي جارتها لأن نفس الحجم تقريبا، ما رضت تجي هنا بجميع الاتجاهات، جبتها هنا فريتها وضبطت. الآن اللي هنا، هذه غير صحيحة، هذه الكبيرة، هذه الكبيرة هي المطلوبة، أجيبها هنا أفرها. يا سلام، شوف ما جات، جات على فوق هنا صح، لكن على جنب لا، إذن هذه أما هنا أو هنا مفرورة، إيش أسوي؟ شوف جات هذه، جات معي هذه، باقي هذه الآن، هذه مكانها هنا
لكن أبغى أفرها. كيف أفرها؟ نزلها تحت، فرها، أرجع هذه. الآن أشوف الملمس، هل الملمس واحد؟ لا. إذن هنا الملمس واحد؟ لا. إذن هنا الملمس واحد؟ نعم، هذا وهذا ملمس واحد. إذن أباعد هذه هنا، أنزل هذه القطعة، أرجع هذه. يا سلام، فعلنا الطابق الأول. نجي الآن للطابق الثاني. الطابق الثاني هو نفترضه أصفر. نبغى نفعل الطابق الثاني الوجه فوق كله أصفر. أخذنا في حل مكعب 2×2 7 حالات علشان أسوي فوق كله أصفر. نفس الحالات السبع تكون موجودة هنا تماما. الوجه الأعلى لكل مكعب من المكعبات الأربع توجد 3 أوجه، 1، 2، 3، 3 أوجه لكل مكعب. واحد منهم يكون هو الذي لونه أصفر، هذا لونه أصفر لأن هذا ملتئم، إذن هذا أصفر. أجي هنا، هل هذا أصفر؟ نعم. لماذا؟ لأنه ملتئم معه، هذا ملتئم مع هذا في مستوى واحد، أصفر أصفر. الآن هنا، هل هذا أصفر؟ لا، لأنه صاعد لفوق. هل هذا أصفر؟ لا. هل أصفر هنا أم هنا؟ أجي أشيك، لو أقلبه هنا طالع في فراغ، إذن هذا ليس أصفر. لو أقلب هذا التأم، إذن الأصفر هنا. طيب هذا هو الأصفر، أجي أختبره، يا سلام التأم. إذن عندنا الأصفر هنا وهنا وهنا وهنا، واضح كيف عرفنا أين يوجد الأصفر. هذه الحالة راح أطبقها هنا. نفس هذه الحالة هي هذه الحالة نفسها، أصفرين وأصفرين هنا، أصفرين وأصفرين هنا، واضح؟ طبق عليها القانون التالي، أضع الأصفرين مثل هذه باتجاهي هنا، أضع الأصفرين هنا، طبق القانون التالي اللي أخذناه في حل المكعب الثنائي، يمين عكس اتجاهي فوق مرتين، ثم يمين اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي ثم شمال عكس اتجاهي فوق مرتين، ثم شمال اتجاهي ثم فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي ثم فوق مع عقارب الساعة ثم شمال اتجاهي. يا سلام، انسدح كل قطعة كانت واقفة وصار كله لونه أصفر. الآن نجي للقطعة الثانية هذه، خلينا نعرف. أنا دورت هذه فالتأمت هنا، عرفت أن هذا هو اللون الأصفر وهذا أصفر، هذا أيضا أصفر، نفس الحالة. لا أنا ما أبغى نفس الحالة. طيب أعطوني هذه الحالة، هذه ملتئمة، إذن هذا هو أصفر، هذه معها جاي، إذن هذه هي أصفر أيضا، عندي القطعتين أصفر لأن على مستوى واحد هذه وهذه. هذا مستحيل أصفر، مستحيل أصفر، خل أجرب اللي هنا، أنزله، ما جاء على مستوى واحد، إذن الأصفر هنا، أنزله، يا سلام، هذا وهذا جاء على مستوى واحد، الأصفر هنا وهذا الأصفر هنا، شوف جاء هذا وهذا مستوى واحد، إذن الأصفر هنا.
عرفت الآن الأصفرين هنا، الأصفرين هنا، واحد هنا واحد هنا واثنين فوق. نجرب هذه الحالة على هذا المكعب علشان يوضح. أضبط القانون، شوف عندي الآن هذه الحالة نفس هذه الحالة، أصفرين وأصفر هنا وأصفر هنا، أصفرين وأصفر هنا وأصفر هنا. أطبق القانون راح يستوي فوق كله أصفر. قوانين اللي تطبقها في هذا مكعب المرآة 2 في 2 نفسها القوانين اللي أخذناها في مكعب روبيك 2 في 2. طيب نكمل، هذا هو الأصفر زي هذا هنا الأصفر، كيف عرفت نزله؟ لا مو هذا، شوف مو هذا، هذا مرتفع هذا نازل، يعني ايش؟ هذا هو الأصفر، هذا أنزله، يا سلام، هذا وهذا صار على مستوى واحد. إذن هذا الأصفر زي هذا، طريقة المسكة أضع الأصفر هنا، واضح يا أصدقائي؟ الآن أطبق القانون التالي اللي أخذناه في هذا المكعب. أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس أو اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي. يا سلام، اللي تحت ما اخترب وفوق استوى كله لونه أصفر. طيب أخذنا دقيقة أرتب بس هذا القانون، أخذنا لتعديل المكعب حالتين إذا استوى فوق كله أصفر. إني أنظر هل يوجد لونين زي بعض؟ أنا سويت أصفر وتحت سويته باقي، أنظر هل يوجد لونين زي بعض؟ نعم، أضعهم خلفي. هنا اللونين اللي زي بعض كيف أعرفهم؟ إذا جاءوا ملتأمين مع هذه، أفر ما جات ما جات ما جات ما جات، هنا لم يأتي، يا سلام شوف جاءوا. إذن هذه نفس اللون، مثل هذا نفس اللون. أطبق القانون التالي وهو يمين اتجاهي، أمام اتجاه يد اليمين، يمين ماذا؟ عكس اتجاهي، يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يد الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم خلف مرتين، ثم يمين مرتين. الآن ضبط مكعب المرأة 2 في 2. نجي لي هذه، أشوف هل في 2 زي بعض؟ هنا ما في، أفر هنا بس واحد التأم، هذا لم يلتأم. طيب واضح ان لا يوجد، اذا راح اطبق القانون مرتين، يمين امام، يمين خلف مرتين، يمين امام، ثم ماذا؟ يمين خلف مرتين، الان يمين مرتين. طبقت القانون، شوف هنا نفس الشيء، إذن هذا اللون واحد. أطبق القانون نفسه، يمين أمام، يمين خلف مرتين،
ثم يمين ثم أمام ثم يمين ثم خلف مرتين ثم خلف مرتين. يا سلام، وهذا مكعب المرأة. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم أخوكم أبو سارة، والسلام عليكم ورحمة الله.